وهلأ مشاهدينا بسعدنا أن نستقبل نصر الزعبي، وهو فنان تشكيلي من مواليد مدينة الرمثة، يحمل شهادة الماجستير في علم المتاحف وبكالوريوس ترجمة، وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، وشارك في العديد من المعارض الفنية، وإله لوحات مو بس جميلة، أجمل من الجميلة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يعني صار لنا تصور من اللوحات اللي عم نشوفها في الاستوديو وجمالها، راح نستعرضها خلال اللقاء. رحب فيك في البداية، ونبدأ هيك بالحديث عن مسيرتك بشكل نبذة بهذا المجال، الفن التشكيلي. الفني أنا نصر الزعبي زي ما تفضلت، من سكان مدينة الرمثة. بلشت بال يعني رسميا بالرسم يعني 1981 اللي هي مؤسسة رعاية الشباب كانت في هذيك الفترة، واللي هي تضم النشاطات. ففي كان أصدقائي الدكتور إياد المصري والأستاذ محمود أسعد، عملنا معارض بال82 و83 و84 بالفترة هاي. ظلت الممارسات خفيفة يعني لما خلصت التوجيهي، وبعدين دخلت بالشغل اللي هي دائرة الآثار العامة اشتغلت ودرست وأنا بالهاي. فكان فترة توقف يعني حوالي 11 سنة بالنسبة لي، لكن لما طلعت من الدائرة على التقاعد المبكر بال 2017 تفرغت للرسم تماما، مرسمي اللي موجود بالرمثة. نعم. وللآن شغال إن شاء الله. حكيت أنك عملت معرض من زمان، بس كنت عم بقرأ أنه في 2018 كان أول معرض منفرد. بالنسبة للمعارض اللي هي أول معرضين بال 98 اللي معرضين كاريكاتير، واحد بالرمثة واحد جامعة اليرموك. لكن المعارض الفنية التشكيلية بال 2018 اللي هي كانت مناسبة الرمثة عاصمة مدينة الثقافة العربية. نعم. وبرعاية وزارة الثقافة، وبنفس العام في جاليري الدغليس بعمان هون كمان عملت معرض. وكمان عملت معرض بنفس العام في الشارقة اللي كان أسبوع التراث الأردني. جميل. المعرض الرابع اللي هو قبل 4 شهور بمناسبة إربد عاصمة الثقافة العربية برعاية وزارة الثقافة. حاليا إن شاء الله اللي هو 8/9 القادم هذا فيه إلي المعرض الخامس اللي هو بجاليري رأس العين عمان عمان الكبرى. نعم. وبرعاية وزارة الثقافة. جميل. وإذا بتسمحوا لي أشكر يعني فضل. يعني أمانة عمان الكبرى على دعمهم، ويعني بدون أي تعقيدات وبروتوكولات ولا دعم مباشر قدموا لي ممثلي بالأستاذ عبد الهادي راجي المجالي. نعم. وزارة الثقافة برضو اللي هي الراعية دائما لكل الفنانين الموجودين بالأردن، ولا A1 TV على دعمكم وتشجيعكم وتسويقكم للفنان والفن الأردني. العفو، حلو نسمع أنه في بندعم الفنان، ونشكر جميع الجهات اللي ذكرتها، أمانة عمان وزارة الثقافة، لأنه مهم اليوم أنه نشوف في فن وفنانين مرتاحين ليقدموا لنا هذه الصور واللوحات الجميلة. نعم. وكان في سلاسة بالأمور. حلو. كان في الحمد لله يعني الأمور ماشي إن شاء الله. طب أستاذ نصر، أحكي لنا عن الطابع العام لأعمالك، يعني شو الأشياء اللي بتحب ترسمها أكثر شيء؟ هل هي من الخيال، من الواقع؟ الطابع العام إذا بنحكي من ناحية الموضوع، الفنان أي شيء بيستفزه ممكن يترجمه العمل الفني، حتى ممكن شيء حزين أو شيء مفرح، يعني أي شيء يستفز الفنان بيعمل منه عمل فني. لكن بجوز بحكم شغلي بدائرة الآثار العامة تأثرت بالتراث الأردني والتاريخ الأردني، فكان يعني أغلب يعني اللوحات اللي هي عن التراث الأردني واضح. والمرأة لها حضور عندي في اللوحات، يعني حضور ظاهر بها كون المرأة يعني قضية وحالة يعني بالنسبة لي. بقية الأشياء اللي القضايا الإنسانية اللي يعني أي فنان ممكن يعبر عنها. جميل. طب مثل اللوحات اللي عم تظهر لنا مثلا السيدة الكبيرة في السن، هذه صورة حقيقية؟ هاي والدتي الله يرحمها. والدتك الله يرحمها. هاي اسمها أمي بالبشكير الألماني. اللي هو اللباس التقليدي الرمثاوي. حلو. فهي لقت رواج شعبي اللوحة هاي، فزي تعهدت بيني وبين نفسي إنه كل معرض تكون هي أول لوحة يعني. جميلة. لأنه كان لها رد فعل شعبي وقبول كبير يعني بين الناس. هي بالفعل أول ما دخلوا الشباب اللوحات لفتت نظرنا على طول. لوحة فعلا رائعة، وإحنا كمان عم بدنا نستعرض بعض الرسومات هلا مع بعض عشان تحكي لنا عنهم أكثر، فياريت نبلش نشوفهم سوا.
وكمان كنت حابة أسألك برأيك هلأ إجمالاً الفن التشكيلي بالأردن هل هو بخير؟ ما زال في إقبال عليه ولا شوي شوي عم بندثر؟ والله يعني لا الوضع مش بشجع كثير. من مين؟ من القائمين ولا من الإقبال؟ لا في الناس في أسباب، هو عمليا مش بس بالأردن يعني الوضع عام ومنطقة كلها يعني أتوقع من التسعينات وجاي في انحدار بسبب الظروف الاقتصادية والظروف السياسية اللي مرت فيها المنطقة. فبصف الفن من الأشياء للناس يعني المتذوقين أشياء ترفية يمكن هذا سبب. السبب الثاني انه الثقافه البصريه مش جزء من ثقافتنا العربيه يعني احنا امه ادب وامه شعر وامه ف يعني جديد علينا اللي هي الثقافه البصريه والتفاعل مع الاعمال الفنيه. لكن ما هيك انا من خلال يعني تجاربي وتفاعلي مع الناس لا في ناس بتذوقوا وفي ناس بتابعوا وفي ناس بيهتموا حتى لو كان العمل مش واقعي. يعني احيانا بشتغل عمل تجريدي لكن بتوقع إذا كان العمل مدروس والعمل صادق بتفاعلوا مع الناس فيه. يعني مش إنه تجريدي الناس لا بتفاعلوا معه لكن يكون صادق ويكون العمل مدروس. أما إنه بشكل عام إنه بخير لا هو ليس بخير بالمنطقة كلها يعني كل الأصدقاء والفنانين العرب بشكل عام بيشكوا من الانحدار الثقافي اللي صاير بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية لأنه كلها بتأثر على بعضها. نعم في أوقات معينة بترسم فيها أستاذ نصر؟ لا هي يعني بتصير زي شحنة يعني أحيانا تيجي شحنة فبشتغل يمكن كل 4 أيام ممكن أجي أنتج عمل وبستمر وأحيانا بوقف شهر فأحيانا برسم بالنهار أحيانا بالليل لا ما في وقت معين. وكلوحات مثلا صورة ست الوالد رحمه الله كم تأخذ معك وقت مثلا؟ هاي أخذت 3 جلسات. ثلاث جلسات بواقع كم ساعة؟ يعني ممكن يكون 3 ساعات لـ4 ساعات كل جلسة. جميل. وهذا الحد هاي اللوحات أنا مجموعة اخترتها من يعني طلعتها في موقع اللي هي مكتبة الكونغرس الأمريكي وفي الأرشيف البريطاني. نعم بتفوت على الموقع بتطلع التراث الأردني أو الحياة البدوية بالأردن بطلع لي طلعت مجموعة منهن وهن بالأبيض بالأسود واشتغلتهن ولونتهن. عندي مجموعة لكن اخترت هاي من المجموعة. حلو. لكل شخص حاليا مبتدئ في مجال الفن التشكيلي وحابب يكمل فيه شو ممكن توجه له نصيحة؟ أنه يستمر ويتابع بس يكون يعني عنده صبر ما يستعجل. الفن بده صبر ما بده صبر ويمر بالمراحل الطبيعيه. يدخل يعني مرحله التخطيط بالاول يستعمل القلم التظليل ولا في اساسيات لازم يمر فيها وما يستعجل ويقفز انه يرسم لوحات من عنده من خياله والاشياء هاي ما ييأس بسرعه. يمكن بعض الاشخاص مجرد ما يرسموا لوحتين ثلاثه متوقعين انه لا يلاقوا اقبال عليهم بس الواقع يكون مش مثل ما الواحد متخيل. لا بده جهد وبده صبر وبده يعني ذكاء بصري بده دقه ملاحظه طبعا. حتى انه جميل. يقدر يستمر يعني رائع. اخر شيء هيك هذه اللوحه فيها الوان فيها ما بعرف ما المقصود فيها هي اسمها بالضبط هي اسمها المدينه الطابع العام يعني انا بالنسبه لي بن سهل حوران يعني المدن بنحبها وبنحترمها وبنحترم ناسها طبعا لكن كمظهر بنائي وعمراني وهذا احيانا يستفزنا يعني عدم التنظيم احيانا بتلاقي فيه بهرجه وفي يعني حتى الالوان مش الوان كئيبه لكن الاشخاص اللي فيها رغم الازدحام اللي فيها هي مدينه بلا ابواب يعني ما في ولا باب بتحس نوع من السجن ورغم الازدحام والبهرجه الموجوده الا انه في ناس بيشعروا بالوحده والعلاقات الانسانيه ما فيها ذاك الترابط اللي طبعا إحنا زي ما هو خارج المدينه دائما سبحان الله يعني المتنفس والهواء الطلق هو خارج المدينه بالضبط في القرى اللي طبعا انا مش بعيب على لا مش هذه حقيقه المدن مش هذا طبعاً. واقع هذا واقع طبعا وبالارياف كمان عندنا واقع ثاني يعني صح صحيح. أستاذ نصر سعيدين كثير بتواجدك اليوم معنا وبتعرفنا عليك على أرض الواقع. الله إن شاء الله رب بالتوفيق في معرضك القادم 8-9 إن شاء الله بإذن الله بجاليري عمان. ومرة ثانية بحب أشكركم على التشجيع وتسويق
الفنانين وفن الأردني والأريحية اللي تعاملتوا فيها والسرعة اللي اشتغلتوا فيها. بتشرفنا. للتأكيد معرضك القادم الدعوة لمين؟ مفتوحة لمن هم الدعوة المدعون؟ مفتوحة لكل من يشاهدنا الآن يعني، وأخص فيها كل من يعرفني يعتبرها دعوة شخصية إله، وخصوصا أهل عمان لأنه المعرض سيأتي بعمان. نعم. أصدقائي زملائي وأحبائي اللي موجودين بعمان أتمنى أنه الكل يحضر إن شاء الله. نتمنى لك توفيق دائم. الله يبارك فيك. شكرا لك. أهلا وسهلا. شرفنا. تسلم. شكرا لكم.